العلاقة بين الرجل الأسد والمرأة الجدي. قبل البدء بالحديث عن العلاقة التي تجمع هذين الجنسين، علينا أن نحلل كل شخصية على حدة، ثم نجد نقاط الاتفاق والتنافر. الرجل الأسد يمتاز بالعصامية والجدية والمثابرة والعناد والإصرار على المبدأ، ذو حظوة اجتماعية وتأثير لا شعوري على المحيطين به، يجذب الأنظار ويحيط نفسه بهالة من السحر والقوة في كل مجلس ومكان، لا يرضخ بسهولة ولا يرضى بالوصول على أكتاف الآخرين، يصنع حظه بنفسه، كريم النفس وسخي المال ودائما في الطليعة، يتبنى قضايا الآخرين، وهو في الزواج بشكل عام قليل الحظ بسبب تسلطه على شريكه. في الفراش ليس كما هو خارجه، فهو لا يكترث كثيرا إلى الرغبات الجنسية، وقد ينتابه الخمول والكسل في أوقات كثيرة. المرأة الجدي إنسانة حساسة جدا، تنضج بوقت مبكر، لهذا غالبا ما تتزوج وهي في سن صغيرة، ومعظم زواجاتها تنتهي بالانفصال أو بسوء الحال مع الشريك. تمتاز بالعناد والإصرار والمثابرة، ولديها كاريزما قوية وقدرة على تحمل الأعباء والمعاناة، مجدة وعاملة نشطة ولا ترضخ بسهولة، لكنها تبقى أسيرة فجوة العاطفة التي تكبر معها كلما كبرت بالعمر. وبالرغم من أن كبريائها يمنعها، إلا أنها تبقى بحاجة ماسة إلى حنان إنسان ترتمي بأحضانه لتشعر بالاطمئنان. أهم نقاط الاتفاق بين الرجل الأسد والمرأة الجدي: الإصرار والمثابرة والتحمل إضافة إلى قوة الشخصية. أما نقاط التنافر: العناد والكبرياء. بإمكاننا الاستفادة من نقاط التوافق في الخوض بتحقيق الأهداف في المستقبل، بأن يرسم الشريكان لهما هدف للمستقبل ويسعى كل منهما إلى تحقيقه، وهذا بحد ذاته عامل إيجابي يخلق السعادة لكل منهما ويساعد على بناء أسري ذو قاعدة متينة. كما أن قوة الشخصية إضافة للمثابرة تجعلهما قادرين على تخطي أعباء الحياة، لكن تبقى المشكلة الأكبر في العناد، وفي هذه الحالة لن نجد حلا أنسب من تنازل أحد الطرفين للآخر، لكن المسألة في غاية الصعوبة. فلا الأسد ولا الجدي مهيئان لذلك، كما أنه في الفراش لن يشبع الرجل الأسد رغبات المرأة الجدي. في النتيجة نسبة الاتفاق لا تتجاوز 55%، وهي معرضة بنسبة كبيرة للانفصال ولو بعد حين.